اللي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي طبعا بس علي الصوت. انا ما عندي صوت. والله العظيم اني بحبك. اقسم بالله احسن يوتيوب احسن من ابو فله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ عساكم طيبين. طبعا بالنسبة لأمي تي في، المقالب حقتها يبغى لها إنتاج وتضبط ناس ردة فعل كويسة، ومقلب يبغى لها فكر وإنتاج وإيجاد فكرة وتنفيذ معليش آسف. المهم راح ننوع بالقناة أشياء ثانية مثل العاب، طلعات، جيات، روحات للشباب، أي شيء أبو الميديا. فما راح تجيب مشاهدات زي أمي تي في لأن حنا حلبناه لين طلع دم، فلازم تصنع جمهور جديد حق الأشياء المنوعة. فإن شاء الله إنكم ما تقصرون يا حقين أمي تي في. بالأخير ما أبغى أطول عليكم، قناة خنفوش، قناة عبد العزيز كرياتيف، رابط الشباب بالوصف، ينزلون مقالب أمي تي في ترى يمكن تطلع أحسن من عندي، فمروا عليهم وسلموا وقولوا من طرف أبو ميديا. يا أخي بالله وقف، بالله لا تسوي سكيب. اللي قبلك اسمع. اللي قبلك يقول ما في صوت. أنا ما عندي لا في ما عليه. مقلب باين إنه مقلب. طيب إيش دراك إنه مقلب؟ يلا. ايش دراك انه مقلب؟ اقسم بالله اني اقسم بالله اني شايف لك مقطع قبل كم يوم، اقسم بات الله حق الربع الدهس صح؟ بالضبط، عشان كذا عرفت انه مقلب صح؟ شفت المحقق بالله يا مخرج كونان، عرفني كونان. وربي في البداية انفجأت بس عرفتك. من وين انت يا قلبي؟ من مكة حبيبنا. ونعم بهالمكة كلهم. ما احنا صور شاشة؟ عادي حتى لو يعرفوا انه مقلب عادي ما يضر يا ابو ميديا، يمكن يطلع لنا واحد ما يعرف. اللي قبلك اسمع. اللي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي صوت. وقف بالله لا تسوي سكيب. اللي قبلك اسمع. اللي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي صوت. اوه الو يا غالي. استنى لا اله الا الله. شالو بس عاف يا قلبي. الله يرحم. راح اللي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي صوت. عندي فكره، خلنا نروح نغير على تونس. مشينا يا اخي بالله وقف بالله لا تسوي سكيب. اللي قبلك اسمع. اللي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي صوت. يا اخي والله قايلكم ان المقطع كويس، بس هذولك يعرفوني، بس السعودية يعرفوني حتى بتونس. قبل شوي كنت احضر لك فيديو مو بتونس، طلع بالاردن. معليش يا خوي كيف حالك؟ هلا والله كيف حالك؟ وانا حاط تونس احسبك تونسي. يا زلمة قبل شوي حضرت لك فيديو هيك انا كذا صرت اضحك. اي فيديو حضرت لك نفسه داعس بس على الشارع. يا اخي بالله وقف بالله لا تسوي سكيب. اللي قبلك اسمع. اللي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي صوت. ارحب. هلا والله كيف حالك؟ عرفتك انت. عرفت مشت والله. زبطت. في البداية مشت تذكرت فيديو حقك خمسة مقلب. نبغى محتوى يا رجل، مطفرين الشر هذا. عيد ابو زي رد فعل قوي. لا هذيك تضبط خلاص. يا اخي بالله وقف بالله لا تسوي سكيب. اللي قبلك اسمع. اللي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي صوت. في صوت في.
العصفور قاعد ياكل. الله خرجت يا زلمه. والله اسمع شوف ألف ما بين سمع بس اسمع. يا اخي بالله وقف وقف بالله لا تسوي سكيب. علي قبلك اسمع. علي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي صوت. في واحد حط لك مارك لوكيشن. كيف كاشو في واحد انت مدعس؟ اي الله ودوه له مستشفى ما عليك منه. خلنا عبوجي كمل كمل يا اخي انت اطلع اطلع والله في واحد مدعس. اه لا حي ما ترعى هذا هو انا. كيف المريض راح المستشفى وطلع قصه طويله. والله عيدها عيدها ما تصلح نعدها اشي لزاد عن حدها انقلب ضده. عرفتك اليوم اقهرك اثرك عرفتني يا رهلاش بتعرفني. امبارح اسمع امبارح الساعه 5 الصبح حضرت لك. اه كان كنت حاط صوره متحركه بالقهوه قاعد بتشيلها من التلفزيون. اه نفسك. القهوه الحلوه التركيه. اه انت اللي حاط الشاشه ورا تقول ستة بتلف كذا. اه اثرك تعرفني من اليوم كيف تقول انت اقهرك. يا اخي بالله وقف وقف بالله لا تسوي كوميديا. علي قبلك اسمع. علي قبلك كوميديا يا كوميديا. انا ما عندي صوت. هاي قلبي هاي حياتي هاي عمري هاي روحي ليه. راحت والله كان مقطع جميل صراحه. اي أيوة والله انت شفته؟ ما لحقته يا اخي بالله وقف وقف بالله لا تسوي سكيب. علي قبلك اسمع. علي قبلك يقول ما في صوت. اه عرفت انا ما عندي صوت. علي قبلك اسمع. علي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي صوت. ابو ميديا اطلع ابو ميديا. اعرف قطر اطلع تكفى يعني ما زبطت. والله انا متابعك يا من ربعي ودعسك. انا قايل والله قايل لكم التكرار ما يصلح. وكان ابو ميديا اللي تتابعه. ابو ميديا والله طلعنا بسرعه بنهايه الحلقه اكلمكم. علي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي صوت. مو فيديو لا خليها تكمل. خطا خلاص انت فوتوشوب. انا ما عندي صوت. عرفتك يا شباب. انا والله ما توقعت انهم يعني يعرفوني بالظلام وبعيد يعني عن السيت اب والكرسي هذا. يعني ما توقعت انهم يعرفوني تعباب بالمقطع مصمم وهذا. انا لو عرفت انهم يعرفوني كان عرفت انهم يعني يصدوا هذا. يمكن قالنا واحده ما عرفنا. انا ما عندي صوت. ابو ميديا سلام يا اخي بالله شموم. بالله لا تسوي سكر. بالله علي قبلك. علي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي صوت. مشهور كذاب. مشهور راح فيها شوي كذاب. مشهور كذاب. والله مشهور كذاب. والله مشهور ورب الكعبة كذاب. صوتك الو. الو قم طفى مكنسه. قم طفيت ابشر. يا اخي بالله وقف وقف بالله لا تسوي سكيب. علي قبلك اسمع. علي قبلك يقول ما في صوت. انا ما عندي صوت. Thank you.
بالله متى الولادة على خير؟ ورجع رجع مخداته هلك الله ليه هجيكم كالحين تصفك رجع أبو ميديا خلى أبو ميديا عنك أبو ميديا ما يفك رقبتك ودى المخدة لهلك جوا يلا ودى المخدة زم العود ليجيك أبوك كم تخذانك لايك اشتراك خلها عود زمه لأبوك يجيك كم تخذانك ودى ما عليك العود حق أخوي أو ترى الثالث مو شغال ويلي والله أنا ما نازل خلنا نحط شو اسمه هليم علي قبلك اسمع عرفت انا ما عندي صوت عرفت طلع عرفناك خلاص ليه يا اخي ليه 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 نبغى محتوى يا رجال مو مبين ظلام والله مو مبين والله انا عارفك والله وجهي مو مبين بالظلمه والله باين يا ولد يا ولد خربانه لا بس لو ما عرفتني اسك بالله لو ما عرفتني تمشي تضبط والله تمشي شوف خلنا ندور وش اسمه ما في ما فيها اجانب امريكا وهذا ما في اللي في ناس يقول حطها اجانب ما في والله شوف مشكله احط هنا بحرين ولا اليمن ولا شيء يطلع لي هنا يشبك اتصالي مع السعوديه يا اخي بالله وقف بالله لا تسوي سكيب علي قبلك اسمع علي قبلك يقول ما في صوت انا ما عندي صوت هذا عرفت اللي يسوي مقال بقسم بالله عرفته ذا وين بس بالله مشت عليك ولا لا لا والله ما مشي الا يديك قالن كذا لا تخليني اعيدها بالمونتاج اوكي خلاص مشي اكررها مليون الف مره خلاص مشي يا اخي بالله وقف بالله لا تسوي سكيب علي قبلك اسمع علي قبلك يقول ما في صوت انا ما عندي صوت الله يرحم راح المستشفى والله الله يرحم اي والله مات كان شاب مهضوم معلوت شو اسمه الو انا ما عندي صوت مو علي بميديا مو علي احنا رحنا الاردن عشان ايش قلنا يمكن ما حد يعرفنا هناك طلع محتوى نحلب المحتوى حلب بس ما زبطت معنا نبغى فلوس اخر الشهر علي قبلك يقول ما في صوت انا ما عندي صوت مقلب ها ايه ما هو مقلب اخذ الاسعاف وراح اعرفك انت علي قبلك يقول ما في صوت انا ما عندي صوت مين طفى الضوء نتفهم دقيقه انا بتفهم معك دقيقه اللي طفى الضوء شو دخل اسمع 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 بس انا ثواني شوي امي ثواني انا الفيديو من الفيديو ما عرفته انا بس قعدت على الكرسي عرفتك اسمك استنى اذكر اسمك كوميديا ابو كوميدي بالموضوع ابو ميديا السعوديين لما اطلع مع يوتيوبر بصير شكلي خرا لما اكون مزبط حالي وقاعد مرتبه ما حد بيطلع وجهي تعطيني وجهك خمس ثواني علي بقى حرام لا يطلع محتوى صح وجهي به نورس هنا ليه يا اخي بالله وقف بالله لا تسوي سكيب علي قبلك يا اخي اسمع يا اخي علي قبلك يقول ما في صوت انا ما عندي صوت والله يا اخي والله اني احبك والله وقسما بالله اني احبك حبيبي الله يسعدك يا اخي والله اني تبعك يوميا والله اني اي والله ما ادري ايش اقول صدمتني انت يا اخي انت قاعد تصور يوتيوب ايه اصوري والله يمكن انقل للتيك توك انا يا اخي تكفى تنزلني انت وش انت سويت الحين حبيبي والله مره اشك حبتك العافيه يا قلبي حبتك العافيه يا اخي والله اني احبك يا اخي تكفى بكره قول لام تي في ادخل معك ما انا الحين بومي تي في يلا مو لازم بكره تنزل تدري يقول لي
شفتك فلا تدخل أم تبي ويطفي الشبكة يروح يروح ليه ليه وأنا شغلت بالله بالله عطني عطني خلنا كلمة عطني خلنا كلمة لا يا أكلم هلا تسمعني إيه بالله أضغط نكست بدل الشبكة لا 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 صح صح علي قبلك اسمع علي قبلك يقول ما في صوت ها ها وقف 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 انت تعال تعال اصبر الصوت خليه يروح شوف انت قبل شوي ليه ضغطت سكيب لا والله مش انا والله انت والله مو انا انا هذا التسجيل مسجل ما ضغطت بتصور مقطع بتصور مقطع والله قاعد بصور مقطع والله يحبك يا ميديا والله العظيم والله العظيم عد للثلاثه عد للثلاثه عد للثلاث عشان صدقك 9 10 11 12 لا عد احكي احكي رقم ثلاثة أربعة احكي ثلاث والله هو والله هو اقسم بالله هو والله هو هو اي والله انا راح اطلع والله العظيم اني بحبك اقسم بالله احسن يوتيوب احسن من ابو فلة حبيب انت نفس ابوي ابوي يقول التعليقات قريتها تحت احسن من التعليقات عند ابو فلك قلت القرد بعين امه غزال يعني انا بعينك يبه قرد والله وش السالفه والله غزال انت بعيني عسل انت يا حبيب قلبي والله انا بوادي وانت بوادي لكن الله يسعدك ونشوفك على خير صح اليوتيوب انا اخوي سلم لي على اخوك هذا اللي جنبك الله يسلمه علي قبلك يقول ما في صوت انا ما عندي صوت بسم الله قوفي شفي الله يرحم الزلمة مات وصل مادة يا مشهور طلع مشهور مش متابعك حياتي ماني متابعك يا الله قور قور والله قور والله انا ادور واحد ما متابعني والله قلبي هيا وقع هيو حتى انا قلبي وقع انك ما عرفتني استنست كيفت ليش عشان تطلع ردة فعل صحيحة مو نفس اللي قبل أنا عارف في واحد ورا الشاشة السوداء لكن إلى هنا وصلنا نهاية الحلقة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وأحلى تحية لخوينا هذا